بصي حقيقي لسه كنت بقول ليوسف، اقول له يعني انا محظوظه ان انا اتجوزت الراجل ده والله. هو كان حنين قوي وكان بيحب ولاده جدا، بيحب بيته، بيحب الناس، يعني اشرف عمره ما قفل بابه قدام حد. بيتنا كان عامل زي بيت ابويا، يعني بيتنا مفتوح طول الوقت لاصحابه وللناس. وهو حقيقي حد اخلاقه كريمه، حد محترم جدا، طيب، يعني طيب اصيل. كنت لسه يمكن بقول له يعني انا طول عمري كنت بقول انا عايزه ابقى مرتبطه بحد زي ابويا. انا اشرف كان فيه من بابا كتير قوي، هو لغايه النهارده هو موجود، يعني هو تحسي ان هو طاغي، يعني طاغي طاغي بشكل انت مش متخيلاه. يمكن يعني الفتره دي انا مفتقداه اكتر وقت، لان هو في رمضان كان بيبقى اجازه فالسينمات كانت بتقفل، فكان بيبقى قاعد معانا. الشهر الوحيد اللي انا يعني تفاصيله كلها خاصه باشرف. ما كناش يعني ما بنفطرش بره، ما بنتسحرش بره، احنا فاميلي بجد، يعني ما يرضاش يخرج يتسحر بره عشان هو لازم يتسحر مع الولاد، في حين ان الولاد مثلا اللي ممكن يخرجوا يتسحروا بره. فانا اتخانق يا جماعه بابا قاعد عشانكم مش كده. فالدنيا هو حد بحقيقي انا مش فاكره له حاجه وحشه. اكيد احنا كنا بنتخانق، اكيد كنا عندنا مشاكل زوج وزوج، بس مفيش، ما تقدريش تقولي اصل هو مره شتمنا. يعني اعتقد يوسف مره اكتر حاجه مضايقاه من اشرف المره قال لي يا حيوان، يعني اعتقد دي المره الوحيده اللي يعني ازاي بابا قال لي يا حيوان، يعني ده كان اشرف. فهو حد الله يرحمه يعني حقيقي، هو اكيد في حته احسن من اللي احنا فيها اكيد باذن الله. واكيد ربنا كرمه عشان كده هو مش موجود، لان انا شايفه ان احنا اللي تعبانين اكتر، وشايفه ان هو لو كان مكاني ما كانش هيتحمل. يعني لو انا اللي كنت مريت بالتجربه دي وهو اللي كان موجود، عشان ما كانش يتحمل حاجه زي كده، ما يتحملش ان يشوفني بالمرض ده، ما يتحملش الولاد، ما يتحملش مشاكلهم، ما يتحملش حاجات كتيره قوي. فانا دايما بقول انه ربنا عمل كده، لان اكيد انا اللي ربنا شايف ان انا اللي والحياه انت قدها وقدود. انت في ميزان حسناتك انك وده حقه انك شلتي رفيقك في مرحله مرض كبيره وقاسيه جدا من اقصى انواع الامراض. رفيقي ده شالنا كلنا، يعني رفيقي ده شال امي 10 سنين في بيته. رفيقي ده كان بينزل يجيب لابويا الجبن والزيتون اللي هو بيحبه عشان ياكل لقمه صغيره قد كده، علشان ما كانش بياكل كويس. فالراجل ده بحقيقي شالنا، يعني شالني وشال اهلي وشايل ولاده، وحقيقي كرمنا. يعني احنا عايشين بكرمه وعايشين بسيرته وبخيره، وكل حاجة حلوة في حياتي أو حياة الولاد هي من عنده، من أشرف. يعني أنا فخورة بيه، الحمد لله رب العالمين، فخورة أن أنا اسمي اقترن باسمه، فخورة أن هو أبو ولادي، بحقيقي فخورة بيه. يعني فأنا ما عملتش حاجة، أنا حقيقي أتمنى كان أنه يفضل موجود وأعمل قد ده 20 مرة.